Wilhelm Joseph. You know him, Joseph. حلوة أبو حاتم حلوة. ما عاد تعرف الأم جوزيف؟ بكون حكينا شي بيضحك وما لنا خبر. عمي أبو حاتم سألك مين أم جوزيف؟ على راسي يا حارة الضبع. هلا ما عاد تعرفوها الأم جوزيف؟ شو؟ أم كأنه ما دارت لك هاي؟ ما منعرف حدا بهالاسم. خير يا جماعة شو في؟ أهلين بالشيخ عبد العليم. خير يا جناب الضابط. منين الخير بده يجي يا شيخ؟ عنا أوامر بتفتيش الحارة بيت بيت. بتفتيش الحارة؟ ليش؟ أم جوزيف هربت مبارح من المستشفى. القيادة العليا شاكة إنها متخبية عندكم هون بحارة الضبع. هلأ كل ما صار شي بهالشام كلها بدكم تعلقوه برقابنا تتهمونا فيه؟ هاي الحارة ما بتتفتش إلا على جستي. يا مامون بيك نحن عنا أوامر بتفتيش الحارة. إرني إرني وأوضة أوضة. هاي الأوامر بتنعوها وبتشربوا ميتها. إيش الشغلة شوربة فايتين طالعين على كيفكن؟ وإمتى ما بدكن؟ لحمة الحارة إلى كبير ولازم تستأذنوها قبل ما تفوتوا لهون. ايوه مين هذا الكبير بقى جنابها؟ لا أنا أصغر واحد بالحارة. كبيرنا بحاتم ومعتز عقيدنا وكل امتال بتمشي عالجل. بعدين نسيانين إن البيوت إلى حرمة وجايين تفوتوا على البيوت وتفتشوا الحريم مشان واحدة هربانة. حلو والله أو رحمة عمي الزعيم أبو صالح إذا واحد من عناصرك بيفوت على بيت من البيوت وبيفتش حرمة واحدة لخلي شباب الحارة ينطفوا أسنانهم. مامون بك نحن عنا أوامر عليا وعم ننفذها. أنت هيك عم تعرقلنا نحن بنتحاسب. عليا الصغرى أنا ما بفهم البيوت ما بتتفتش وين فايت عم تعفس بالفصة؟ مو هيك يا عقيد؟ مو هيك يا أبو حاتم؟ أبو كامل عطاك الإفادة من الآخير. إذا بدك تفتش على السلاح أهلا وسهلا نحن جاهزين. أما شيت إنك تفوت على البيوت وتفتش الحريم فهي مالك قدها وكبيرة كتير. هلا أنت بتعرف إنه أم جوزيف اللي عم تدوروا عليها ممكن تمرق من قدامنا كلياتنا لا حدا يعرفها ولا يلطها؟ بقى بتزرر لي زرك الفلتان وبتروح لعند أسيادك وبتقول لهم دورنا بحارة الضبع بيت بيت على أم جوزيف. لا لا هنا أم جوزيف ولا غيرها. الله معك. يا الله محييك يا أبو كامل. الله محيي أصلك يا أبو كامل بيضت والله. لا ولو يا شيخي معقولة أي واحد بالحارة كان ممكن يعمل اللي عملته أنا؟ مو هيك يا أبو حاتم؟ أي واحد شريف وأبضاي وبيغار على الحارة بدافع عنك.